بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اسمي يوسف رمضان غازي من محل زياد. طبعا يعني حالة، يمكن يعني الحمد لله رب العالمين على كل حال، لكن الحالة بتاعتي كانت غريبة شوية، لكن الحمد لله على كل حال. يعني من امتى؟ حوالي يمكن من 97، سنة 97 عملت عملية غضروف فقرة 5 و6، فقرات القطنية. وطبعا بعد العملية مباشرة على طول يعني حسيت بألم زيادة، يعني الألم ما كانش في الظهر، الألم كان في الفخذين. تحدد الألم بقى طبعا في منطقة الظهر، في منطقة الفقرات القطنية. والحمد لله يعني أراد ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا نوصل لسبب من اسباب من اسبابه طبعا سبب شفائه دكتور عبد الناصر توحيد، جزاه الله خيرا عنا خير الجزاء حقيقه والله. طبعا عن طريق اعلان حقيقه والله اريناه عندنا في القريه، وطبعا جينا على العنوان والحمد لله رب العالمين. قمنا طبعا بحاجة من أحسن الحاجات طبعا، لأنها طبعا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وديت من سنة يعني الطب النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. قمنا بعملية الحجامة، وطبعا الحمد لله تم الشفاء بعد الحجامة مباشرة، يعني في خلال يومين على الأقصر. الحمد لله الواحد حس بالشفاء، يعني يمكن بنسبة 70% 75%. والحمد لله حاليا بعد الجلسة يعني يمكن أنا حاسس والحمد لله يمكن الشفاء 100% بإذن الله. وده طبعا لأننا يعني مأمنين بالشفاء، وطبعا عايزين نقيمها من جديد، ويا ريت تعمم على الجمهوريه كلها، وده خير طيب جدا جدا لكل البشريه كلها عموما، ما تقتصرش على المسلمين طبعا. وربنا يجزي كل طبيب يقوم بالاسلوب الصحيح للحجامه عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.